الكاتب الحكيم حبر الآلهة الفخور المتكبر، كتبي بين يدي وسجل ذكرياتي على ذراعي. في الجديدة أتأمل ومن القديم أتعلم، فأميز مكان وما هو كائن وما سيكون. رأس الصدق ألا تحرف الكلام، رأس الاستقامة أن تدين نفسك، رأس المعرفة ألا تتسلط عليك أهواؤك، رأس الرجاء أن تتعلم كلام الله وتعلمه، رأس التعليم ألا تنقطع عن وصايا المعلمين الصالحين وفضائلهم، رأس ثباتك ألا تغير كلامك. العادل قاض صادق، المؤمن فلاح مثمر، العارف بناء منظم، المتبصر رسام متقن، الثابت جبل. وكم تمنيت لو قدر لي المشاركة في تقديم قراءة تحليلية نقدية ومقارنة لبعض الآيات التي سمعنا من يسير يسير كنز ربة، كنز السابق المندئيين أبناء العراق الأصيل، وهو قليل القليل من منتوج بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، قليل من فخر بابل العصية، البصرة، ميناء الحرير والبخور والبهار، بغداد الشعراء والكتاب والفلاسفة ورجال الدين، نينوى والزراعة والعلوم والحرف والنسك والتعايش الأخوي. وددت لو، ولكن اليوم في حضرتهم رئيس وأبناء الطائفة الكريمة، وواجبنا أن نصغي إليهم. لذا يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم مرحباً بالإخوة السابق المندئيين الآتين من العراق الشقيق، الذي يعيش في هذه الأثناء لحظات مخاض عسير طال وقته وقد يطول أكثر، لحين الإفراج عن الدولة الحديثة والعصرية التي يحلم بها سكانه الأصليون. حبذا لو يعود العراق كما كان ذكرى للمستقبل على ذراعي إدريس، تخمر الحرف، تخبز الكتاب، وتهضم العلم، وتنشر الفضيلة، ولا تزرع الحقد، وتحصد القتل، وتذر الأطفال في بلاد الهجرة. وقبل أن أعطيهم الكلام أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم بجامعة روح القدس سيدنا معالي البروفيسور، أساتذتنا الكرام، أبيتي، كل أبائنا وأخوتنا، أهلا وسهلا فيكم بجامعة روح القدس. وبحب أشكر كل الفريق يلي ساعد بتنظيم هالندوة، يلي هي من تنظيم مركز دراسات الأبحاث للأقليات في الشرق الأوسط يلي صار عمره سنتين وشوي. بشكر كل المكاتب، فإذن من مكتب CSR بشكر بيارات، بشكر مكتب الإيفنت بالجامعة كمان يلي حضر، وكل المسؤولين والإذاعات يلي عم تنقلنا حتى بعدين يكون إلى الحظ إنها تنقل هالندوة على شاشتها. وهلأ مننتقل مباشرة للمحاضر الأول، الأستاذ نزار شنيش الزامل يلي هو خريج دار العلوم وأستاذ لمدة 25 سنة بالعراق، عمل أيضاً في مجالس الطائفة منذ سنة 1987 لحد هلأ، عمل أيضاً كرئيس لمجلس شؤون محافظة ميسان جنوب العراق لمدة 15 سنة، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة ميسان، عضو المؤتمر الأول للمجلس الوطني في دورته الأولى 2004، رئيس جمعية الثقافة المندئية من سنة 2013 لحتى اليوم. حصل على كثير من الميداليات ومن التكريم
إن كان من وزارة الثقافة والتعليم أو من بقية المؤسسات يلي شارك فيها. الكلام لإله رح يحكينا بوجيز العبارة عن تاريخ السابقة حتى بعدين يكون الكلام الأساسي للمحاضر الأساسي يلي هو فضيلة الشيخ الريشامة حلو. الكلام لإلك. بسم الحي العظيم، تحية طيبة لكم أحبتنا أهلنا في لبنان. أنا موضوعي فقط على سكنة الصابية، وين كانوا يسكنون وهجرتهم وشنو سبب قلتهم، راح أذكر هذا الموضوع، وبعدين فضيلة الشيخ راح يشرح لكم القضايا الدينية. سكن الصابئة المندائيون في أماكن مختلفة من المنطقة العربية، أهمها بلاد ما بين النهرين شرقا وسوريا غربا، ويتمركز في المناطق المحصورة في عيلام والطيب وعين الغربي والعمارة في جنوب العراق. فارتباط المندائيين بأرض وادي الرافدين وخاصة في جزئيه الأوسط والسفلي إلى الأهوار ليس ارتباط المهاجرين بأرض جديدة، وإنما هو موطنهم الأصلي، فكانوا يهاجرون سكنوا في هذه المناطق في سبيل قرب ضفاف الأنهار، يعني هم يهتمون بالماء الجاري، وإنما ارتباط وثيق مع أرض هذه البلاد وحضارتها. ولا يخفى أيضا على أن المندائيين امتداد عميق في حران الشام وفي فلسطين وحتى مصر، حسب ما أوردت أغلبية الكتب والمؤرخين العرب القدماء، ويسموهم العراقيون الجنوبيون بالعامية الصبة، تسمية محلية يسمون في المناطق الجنوبية على أبناء الصابئة المندائيين الصبة، كلمة دارجة في المناطق الجنوبية. ويعيشون على ضفاف النهرين الرئيسيين دجلة والفرات، وهم جزء من سكان العراق الأوائل عبر تاريخه الحضاري، ويشكلون قلة دينية في المجتمع العراقي ذات الغالبية المسلمة، بالأخص المناطق الجنوبية اللي يسكنوها فقط المسلمين والصابئة وقسم من المسيحيين، لكن يكثرون في البصرة، لكن في محافظة بيسان كانت كمية المسيحيين قليلين، أما الصابئة كانوا كميات كثيرة، لأن يعيشون مو فقط في مركز المدينة، حتى هم في الأقضية والنواحي والأهوار في جميع مناطق محافظة بيسان وكذلك الناصرية والبصرة، وهذه المناطق الجنوبية كلها يسكنوها الصابئة المندائيون على ضفاف الأنهار، نهري دجلة والفرات وتفرعاتهما، نهر دجلة يتفرع إلى نهر المشرح ونهر الكحلاء، فعدة أنهار فرعية كانوا يسكنون فيها وكلها تصب في الأهوار. وما زالت الديانة المندائية تمارس طقوسها إلى الآن، وقد ذكر في كتاب المؤرخين العرب القدماء بأن الصابئة كانوا يسكنون بطائح العراق وفي أماكن أخرى غير بلاد الرافدين، منها حران وفلسطين والشام، وهم عموما يسكنون على ضفاف الأنهار لما للماء والطهارة من أهمية في حياتهم الدينية والروحية. ذكرنا الماء الجاري هو أهم شيعتهم، فلهذا نشوفوا يسكنون قرب ضفاف الأنهار لأجل إكمال طقوسهم الدينية. وعند الفتح الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية كانت الصابئة وبأعداد كبيرة في العراق في المناطق السفلية لنهري دجلة والفرات وفي بطائح عربستان من إيران، حول نهر الكارون. احنا هواي عندنا جماعتنا من المندائين يسكنون في الأهواز في المناطق الجنوبية من إيران، هم ضفاف نهر كارون، وهم أول الأقوام الذين قابلهم الفاتحون المسلمون الأوائل لبلاد وادي الرافدين عندما توغلوا جنوبا. ولقد عرض أحد القادة الروحانيين كتاب الصابئة المقدس
على القائد الإسلامي الفاتح، وقد أقرهم بدينهم بشرط دفعهم جزية، اعتبرهم أهل كتاب. أما الآن فمركز الصابئة المندائيين هو مدينة بغداد، إضافة إلى تواجدهم في أغلبية المحافظات العراقية والأهوار والناصرية وسوق الشيوخ والكوت وديالة والديوانية والسماوة والرمادي والفلوجة، إضافة إلى تواجدهم في مدينة الأهواز والمحمرة في إيران، وخاصة الميسان مركز قضاء الإمارة، ويسكنون أريافها متعاشين مع العشائر الموجودة في المنطقة. فنشوف بالأخص في المناطق الجنوبية تعايشوا ويا إخوانهم المسلمين وتربوا وياهم، حتى أخذوا عادات العشائر، لأن تعرفون طائفة قليلة وصغيرة متواجدة من المسلمين، فعاشوا وياهم متعايشوا في أماكنهم، في لأجل حمايتهم كانوا وياهم بالعشائر. فنشوف قس أقسام كل من منطقته، هاي المنطقة اللي بيها نوع من العشائر، عشيرة السواحل يصيرون وياها العشيرة، المنطقة المشرح موجود بها عشائر الكنانة يصيرون ويا العشيرة. فلهذا نشوفهم اختلطوا ويا المجتمع الموجود في ذلك الوقت، يعني ما كثرتهم كانوا موجودين في الصابئة، لكن من اجى الفتح الاسلامي واحتل هاي المناطق فنشوفهم صاروا في داخل وياهم عاشوا في هذه المناطق. وإن اسم ميسان تسمية قديمة، دست ميسان، وكذلك الطيب طيب ماثة، وتوجد آثارهم موجودة في المنطقة لحد الآن يمارس الصابئة من هناك. فنشوف بمنطقة طيب ماثة، أنا من محافظة ميسان ورايح إلى منطقة طيب ماثة، فموجودة لحد الآن آثارهم موجودة، التلال اللي كانوا موجودة أمام مالتهم والمقبرة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لحد الآن موجودة. لكن تعرفون بالنسبة للإهمال من قبل الدولة، فما طلعوا الآثار مال الأقليات، وإنما فقط الآثار مالتهم بالأخص. وكذلك الطيب طيب ماثة، وتوجد آثارهم موجودة في المنطقة لحد الآن يمارس الصابئة المندائيون مهنة الصياغة. أكثر شيء يشتغلون أبناء الصابئة بالصياغة وصناعة الآلات الزراعية والزوارق، وشغل الصابئة المندائيون العديد من الوظائف المهمة. ولكن في الفترة الأخيرة نقول هم بدت من فتحة المدارس، نشوفوا غالبية أبناء الطائفة دخلوا بالمدارس وأصبحوا موظفين، وتاريخهم العلمي والثقافي من ناحية الطب، التعليم، الهندسة، الصيدلة، الشعراء، الأدب، حتى بالمسرح اشتهروا به من الوظائف المهمة. ولديهم العديد من العلماء والشعراء والأطباء والفنانين، وأيضا لهم طور، حتى لهم طور غنائي ذاك الوقت، فكان يسمونه طور الصبي، طور غناء خاص هو لأبناء الصابئة المندائين. فبالمناطق الجنوبية كانوا يسمى هذا الطور طور الغناء الصبي. هاجر الكثير منهم للحماية أنفسهم من القتل، لكن بالفترة الأخيرة نشوف الصابئة المندائين موجودين في العراق، وهم طبعا يسكنون في المناطق الجنوبية وبغداد قديت، وقسم منهم في كركوك، ويمكن 3-4 عوائل في الموصل، والغالبية هاي المناطق الجنوبية. لكن من صارت هاي الشغلات الحروب والحرب العراقية الإيرانية والهسه الفترة الأخيرة، نشوف أكثريتهم هاجروا. الكثير منهم لحماية أنفسهم من قتل والخطف والاغتصاب، فتوزع أغلبهم في كل بقاع العالم. هسه نقول ليش سبب أكثر شيء الهجرة؟ يعني هم يشتغلون مهنة الصياغة وهي بالذهن، فكانت حياتهم كلش خطرة، وخاصة في بغداد والمحافظات، فكانوا يستعملون السلم والقتل في سبيل أخذ الكميات الذهب الموجودة عندهم. فلهذا هو سبب أكثر شيء هجرتهم من العراق. وبالأحداث السياسية والاقتصادية التي ألمت بالمنطقة في 25 سنة الماضية، مما اضطرت الصابئة المندائيون للهجرة
إلى الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، وقسم منهم إلى أقليم كردستان الفترة الأخيرة، حتى مكان ما يطلع الخارج قسم منهم سكنوا بأقليم كردستان. ولقد شكلوا بتجمعاتهم الجديدة جمعيات واتحادات تعني بشؤونهم بلدان، ويحاولون جاهدين المحافظة على تراثهم العريق وهويتهم الأصلية. فنشوفهم هاجروا، لكن مو هاجروا، وإنما بهاي المناطق أسسوا جمعيات وأسسوا بنادي وظلوا يعملون في سبيل أن لا ينسي الدين المندائي. حتى هنا احنا جينا من احنا قسم من عندنا هاجر المن جاء لقريب كردستان باربيل، وعندنا هسه مندي مكان للعباده والتعميل، وكذلك مكان اخر للثقافات الثقافه المندائيه، ونشوف صار عندنا مركز في اقليم كردستان، وحتى كان مؤلفات وكتب وندوات ثقافيه في الاقليم لتعريف المكون المندائي بهذه المنطقه، لان يعني هم ما ساكنين في المناطق الكرديه، ومع اخوانهم الازيديين والشبك وانواع متنوعه في اقليم كردستان موجود من الاقليات. يبلغ تعدادهم الان تقريبا 100,000 نسفه في العالم. اما عن تاريخ الصابئه المندائيين يلفه الغموض من أغلبية جوانبه، وهذا باعتراف الكثير من الباحثين في المجال المندائي، ويرجعون السبب إلى انزوائهم وانغلاقهم الديني الشديد إلى منذ فترات طويلة الاضطهاد الكبير الذي تعرض له على فترات متعاقبة، فأثر الانواء والانغلاق للمحافظة على دينهم وتراثهم، وأيضا إلى ضياع وحرق الكثير من الكتب التي تتحدث عن تاريخهم وتراثهم. فصارت غزوات وايد للعراق، وخوف من الأديان اللي اجت، يعني يعتبر الصابئة المندائيون من أقدم الديانات، أول الديانات هي الموجودة بالنسبة لنا، نتبع النبي آدم عليه السلام، فمن ذاك الوقت وظلت هاي الديانات مستمرة، فصار عليها هواي شغلات، فأكثريتها نشوف التراث مالهم ما موجود. وحرق الكثير من الكتب التي تتحدث عن تاريخهم وتراثهم، وللطائفة كتاب تاريخي يسمى حران كويثي، حران الداخلية. عندنا بس هذا الكتاب ذاكر بعض الحالات مالت التاريخ مالنا، يتحدث عن الهجرة الداخلية التي قام بها المندائيون الفلسطينيون من فلسطين وأورشليم على الأكثر، قد حصلت في القرن الأول الميلادي عند اجتياح القائد الروماني تيتس فلسطين وتدمير هيكل اليهود سنة 70 ميلادية بعد الاضطهاد الذي حصل من السلطة الدينية واليهودية الزمنية المتمثلة بالحكم الروماني المستعمر لفلسطين انذاك. وصعد المندائيون الفلسطينيون المهاجرون إلى أعلى بلاد الشام، لأن كان عندنا المندائيون في فلسطين، فهاجروا إلى بلاد الشام وخاصة حران، لأن لهم أخوة في الدين، فتبقى منهم في حران، والبقية الباقية أثرت النزول إلى وادي الرافدين عن طريق النهرين، ومروا أيضا في منطقة بصرة وحوران عاصمة الأنباط للالتقاء والاستقرار أخيرا مع أخوتهم أيضا من الصابئة الموجودين في البطايح. وكانت هذه الإجرة تحت رعاية الملك أردوان، يعتقد أنه الملك البارثي أرطبانوس الثالث. هذا ما ذكره الكتاب المندائي التاريخي حران كويثي. وفي منتصف القرن السابع الميلادي عرفت هذه الطائفة في أوساط الباحثين، كانت مجهولة تقريبا، معلومات قليلة عنهم، لكن بهذا القرن السابع أخذ الباحثين وخاصة الباحثين الألمان، ومنهم الباحث البروفيسور ليدز براسكي والباحث المستشرق الإنجليزي ليدي دراور اللي عاشت حوالي 20 سنة في المنطقة الجنوبية وهي الصابية، هي أجد دراستهم 40 سنة عاشت وياهم. وقد أزاحت العديد من الغموض عن معتقدات ها
هذه الطائفة وتاريخها وتراثها الديني، وترجمت أغلبية الكتب والمخطوطات المندائية إلى الإنجليزية. وفي الفترة الأخيرة برز العديد من الباحثين المندائيين كرجال دين ومن غير رجال الدين ليزيلوا غبار الزمن عن معتقداتهم وتاريخهم ولتعريف المجتمعات الأخرى بهذه الديانة. الصابئة المندائيون لهم مؤسسات إدارية ودينية تدير شؤونهم، وأيضا الكثير من المراكز البحثية. هسه بقى مراكز موجود، مركز البحوث والدراسات موجود ببغداد، هناك هذا رئيسي قاعد عتب دراسات وترجمة وهواي شغلات عتب جديدة بحوث. الصابئة المندائيون في العراق هم شريحة مهمة من مكونات الشعب العراقي التي تمتد جذوره إلى آلاف السنين، وساهموا في بناء حضارته وعاشوا بسلام ومحبة مع جميع المكونات متقاسمين الفرح والحزن، مدافعين عن بلدهم وحريته مع بقية المكونات، ساعين دوما ليكون العراق أكثر تقدما وازدهارا. وفي الختام أشكركم وأشكر حسن استماعكم. نشكر الأستاذ نزار. نحن نترك الأسئلة للآخر. هلأ ننتقل للمحاضر الأساسي فضيلة الشيخ ريشامة ستار جبار حلو، يلي هو بده يحكينا عن عقيدة الصابئة المندائيين، عن طقوسهم وعن حالتهم اليوم. الكلام لإلك فضيلة الشيخ. بشمات هي يا ربي آهي أهواتي شفيري شلامة إليك خون. سعيد جدا بهذا اللقاء، أشكر الأب يوحنا وأشكر جامعة الروح القدس الكاثوليك على دعوتها الكريمة أن لإلقاء هذه المحاضرة واللقاء بهذه الوجوه الخيرة من أساتذة ومن رجال دين، ولنا الشرف بهذا اللقاء. وحقيقة جئتكم من العراق بعد أن تكالبت عليه قوى الشر والظلام منذ سنوات عديدة، وكانت الضحية كل شرائح الشعب العراقي، ولكن الضحية الأكبر هم المكونات الدينية العراقية من مسيحيين وإيزيديين وصابئة. وكما قال لي أخي وصديقي البطريرك لويس ساكو قبل أيام، بعد سنتين أو أقل أو أكثر ستجد المندائيون والمسيحيين بعدد أصابع اليد، أو لنقول بالمئات بعد أن كانوا مئات الألوف. وهذا شيء محزن، سواء كانت هنالك تكالب قوى الشر عليه بعمد أو بدون قصد، فالضحية هم المكونات الدينية بعد أن ضاقوا ما ضاقوا. وبدل من أن تتخذ الحكومة ومجلس النواب تشريعات مهمة من أجل بقائهم وازدهارهم وثباتهم في الأرض وفي الوطن الذي هو وطنهم وهم الأصليون فيه، نجدهم يتخذوا التشريعات أو يشرعوا التشريعات في البرلمان العراقي التي تساهم في زعزعة الثقة بين أفراد هذه المكونات، ومنها المادة 26 التي عارضناها منذ سنوات، وحتى في عهد صدام حسين عندما قابلته عام 2001 وقلت له سيادة الرئيس هنالك مادة في القانون العراقي، إن خرج الزوج أو الزوجة عن دين خرج إلى الدين الإسلامي ذريته تتبعه حتى الطفل في بطن أمه، وهذا شيء مجحف ومخالف للقانون ومخالف للطبيعة البشرية. فقال أنا أقرك الرأي، بعد 18 عام يحق للطفل أو للشاب أن يتخير بين دين أمه أو دين أبوه، سواء أن يبقى مسيحي أو صابي أو يزيدي أو يروح مسلم، لكن بما إحنا محملين بإرث إسلامي فعليه حيل القضية إلى المجلس الوطني، ما كان مجلس النواب كان المجلس الوطني. والآن شرعه مجلس النواب وثبته بقانون، الذي يعني إحنا لما رحنا إلى رئيس مجلس النواب قلت له مع احترامي إلى أخواتي وبناتي إنه وحدة طلعت مع صديقها مع عاشقها وعدها أطفال 6 أو 7، هذو شون ذنبهم يتحملون هذا الذنب يصحون مسلمين؟ وهي طلعت مو من أجل دين، وإنما طلعت من أجل نزوة.
لم نحصل على جواب. حقيقة أنا أمام أساتذة كبار وباحثين في الأديان، فأتحدث عن المندائية كطقوس ودين، وأتحدث عن أمور أخرى لها علاقة بهذا الموضوع. الصابئة المندائيون، الصابئة من جذر الفعل الآرامي المندائي صبا، يعني غطس أو ارتمس أو تعمد في الماء الجاري، وليست صبا المهموزة التي ذكرها الأستاذ جوزيف قزي بقلم الأستاذ سهير قاشة، التي اعتمد فيها على المؤرخون المسلمون بأنه صبا المهموزة هي تغير من دين إلى دين آخر، وإنما صبا صبا مثل كلمة اقرأ، اقرأ اقرأ يعني اقرأ، بينما عندنا احنا اقرأ بالمندائية يعني علم أو فهم أو نادي، اقرأ بقالي وملل الملالي، اقرأ بكلامي وفهم بتعاليمي. هي قد ماي الحي العظيم بارك اسمه يقول لي ملكه هيبل زيوة جبريل شليها جبرائيل الرسول أن علم آدم وذريته من بعده ونادهم بصوت عال، نادهم عن ملك النور السامي، وعلمهم عن القدرة المتعالية لا متناهية إلى ملك النور السامي، والتعليمات الأخرى التي نزلت إلى آدم وحواء. فصبا هي كلمة آرامية خالصة تعني المصطبغ أو المتعمد أو المرتمس في الماء الجاري. ومندائي المندائية من جذر الفعل الآرامي دا، أي العلم أو المعرفة. وصابئ المندائيون هي إحدى مرادفة إلى الأخرى، يعني تعني المصطبغون العارفون بالدين الله أو المصطبغون الموحدون. في الديانة المندائية هنالك خير وشر، نور وظلام، نسميه آل مدنهورة وآل مدهشوخة. عالم النور هو عالم أزلي باق ثابت، ثابت لا حدود له، لن تنطفأ أنواره، لا شر فيه، لا موت فيه، لا ظلام فيه، لا رائحة كريهة، لا دنس فيه. بينما عالم الظلام بالضد من ذلك، هو انعكاس لعالم النور. ولهذا تجد أن الخير والشر موجود في داخل الإنسان. في طبيعة الإنسان هنالك صراع بين روحه، الروح يعني الإنسان يتكون من ثلاث: بغرة الجسد، روحه الروح، نشمثة المانة أو العقل أو الضمير. الجسد هو من الطين وهو فان لا قيمة له بعد الوفاة، والروح هي أم الغرائز المادية وقد تخطئ في هذا العالم، وهي التي تحاسب في عند رحيلها أو مسيرتها إلى عالم النور. النشمثة أو النفس هي من كنة نشماثة من بيت الأنفس، وهي من صفات الحي العظيم، وهي العقل أو المانة أو الضمير الحي، ترتحل بعد الوفاة ومع الروح سوية، وتذهب إلى المطهرات السبع، ثم تنتقل إلى الميازين وتوزن ب360 ميزان. وإن كانت أعمالها الطيبة وأعمالها الخيرة كبيرة وتوزن في الميزان، فتذهب بطريق المختارين الصالحين. أما إن كانت أعمالها غير جيدة وعملت أعمالا شر في هذه الدنيا، فترجع إلى المطهرات. هنالك أعمال لا يمكن غفرانها، يموت موتتين في موتة واحدة، وهي الشرك أو جذف باسم الله الخالق العظيم، هي قدماي، القتل، الزنا بباكر. الزنا هو محرم في كل الأحوال، لكنه الزنا بباكر أشدها، والزنا بزوجة الصديق أشد. الزنا هو الآخر له عقوبات أخرى. هنالك المطهرات كثيرة، ولكل مطهر، للزاني، للقاتل، للسارق، للعمل السحر، للشارب الخمر، يعني لكل الأعمال التي عملها الإنسان في هذا العالم لها ما يقابلها من العذاب أو المطهرات في الآخرة.
أنبياء الصابئ المندائيين نحن نعتبر آدم هو نبينا الأول. آدم قبر قد مايا، آدم قبر قد مايا، ومنه نزلت الصحف الأولى صحف آدم، وكتابنا المقدس نسميه سيدرة آدم، كتاب آدم يحتوي على تعاليم أكبلت هذه التعاليم بشيت ابن آدم، ثم بإدريس أو دنانوخت، ثم شوم برنو سام ابن نوح، ثم يحيى برزاكر، يحيى ابن زكريا آخر أنبياءنا يعتبر، وهو أكمل الدين المندائي بوحي من الحي العظيم. وبالتالي وصلت التعاليم الدينية لنا عن طريق تلامذة يحيى يهانة، يحيى برزاكر، وفي كتاب اسمه جنزة ربة، سيدرة آدم، جنزة يعني الكنز، ربة الكبير، الكنز الكبير، وسمي الكنز لنفاسته وما يحتويه من معلومات. ترتكز الديانة المندائية على أركان أساسية، أهمها التوحيد. ونحن بالبسملة بشمات هي ربي، بشم يعني بسم، هي حي، ربي الكبير أو العظيم، وللتعظيم بأسماء نقول بشميهون، بأسماء بشميهون هي ربي، بأسماء الحي العظيم، شب ماري بلب دخية، مسبح ربي بقلب نقي. في بداية كل عمل القلب هو أساس كل شيء، فعندما يكون قلبك نقيا طاهرا فأنت تتوكل على هذا العمل، سواء كان عملا دينيا أم عملا دنيويا. وجاء في كتابنا المقدس هو الملك منذ الأزل، طبعا في بداية كل نص باسم الحي العظيم بشماته يا ربي، هو الملك منذ الأزل ثابت عرشه عظيم ملكوته، لا أب له ولا ولد ولا يشاركه ملكه أحد، مبارك هو في كل زمان، مسبح هو في كل زمان، موجود منذ القدم باق إلى الأبد. وهكذا تستمر صفات الخالق العظيم في الشهادة. عند بداية الصلاة نقول كهي كماري كمن ذاتي، موجود الحي، موجود سيدي خالق الحياة. والركن الثاني هو الصباغة، التعميد، عند إخواننا المسيحيين يسمونه التعميد، وهو صبغة الله، صبغة التي أنزلت من أكوان النور العليا، وعلى الفرد المندائي أن يرتسم أو يصطبغ بعد عمر 30 يوما لكي يسجل اسمه في سجلات النور العليا. الصباغة هو الارتماس 3 مرات في الماء وبداية حياة جديدة، ويرشم جبهته في الماء أولا، رشمتك بروشمته، رشمتك بروشمته، شماته وشمت من ذات الهي مدخار الأخ، رسمتك برسم الحي العظيم، اسم الحي العظيم منطوق عليك. ويأخذ منه العهد في اليد اليمنى بعد أن يضع كليل من الآس على صدغه الأيمن. نبات الآس عنده من نباتات الجنة ذا رائحة عطرة دائم الخضرة، نستخدمه في الطقوس الدينية، وهو من نباتات الجنة. ونأخذ منه العهد في اليد اليمنى، لدينا اليمين هو مقدس دائما، واليسار يرمز إلى عالم الظلام. قشطة أسيخ قيمخ، قشطة الحق، الحق وبداية البدايات الله سبحانه وتعالى، قشطة أسيخ الحق يقويك ويقومك. يرد عليه المصطبغ بوشكه، أمر اشتمه، أطلب تجد، تحدث تستمع. يخرج من الماء ثم يجلب زي السمسم، زيت مشة، المشة، ويقرأ عليها 3 بوث أو 3 آيات، ويمسح جبهته من اليمين إلى اليسار، كل شيء يبدأ من اليمين وإلى اليسار، ويأخذ منه القشطة مرة أخرى، قشطة أسيخ قيمخ، ثم يأخذ قطعة من الخبز، الخبز يجب أن يكون مقدس، ويأخذ قدسيته بعد القراءة عليه، وكأس من الماء، ويقرأ
عليه 8 بوث، على الخبز 8 آيات 8 بوث، وعلى الماء بوثتان تصبح 10. وهي ولادة جديدة، الجنين في رحم أمه، لأن صباغة هي ولادة جديدة من العالم المادي إلى العالم الروحاني، والجنين يبقى في رحمة رحم أمه 9 أشهر، وفي بداية الشهر العاشر يخرج. فلذا قراءة 10 بوث عليه، ويعطى الخبز المقدس بعد أن يغسل يده اليمنى ولا يتحدث مطلقا احتراما للطقس، ويأكل الخبز ثم يشرب جرعتان من الماء، والآخر يرميها على كتفه الأيسر لرمي الشر أو رمي إلى العالم الظلام. يعني بدأ حياة جديدة من عالم النور إلى عالم الظلام. ثم يعطي العهد معكوسا، يعني يقول للمصطبغ قشطة أسيخ قيمخ، يقول الشيخ بوشكة أمر وأشتمي. طبعا إحنا ما نسميه شيخ، هناك مراتب دينية، الترميدة، القنزبرة، الريش إما الرباني، هاي مراتب الدينية عندنا، وأجي عليها بالشرح. تكمل الصباغة، لازم تكون ملابس دينية بيضاء من القطن الخالص، ما بها أي شائبة نايلون أو شيء آخر، قطن 100%. ينزع ملابسه الدنيوية كاملة، حتى في الزواج الزوجين يصطبغون بعد أن يلبسوا الملابس البيضاء لكي يكونوا طاهرين لترديد القسم بعد رجل الدين. في البداية في المندائية هنالك رموز ومعاني، الذكر والأنثى، لدينا القصب والبردي. القصب يرمز إلى الذكر، عنصر الذكري، والبردي إلى العنصر الأنثوي. السماء والأرض، السماء عنصر ذكري، الأرض الرحم أو العنصر الأنثوي. الذهب والفضة، الفضة عنصر أنثوي، الذهب عنصر ذكري. فنضع العريس في البيت القصب، والفتاة في الديانة المندائية هنالك شيء مهم، أن تفحص الفتاة قبل قطع المهر من قبل زوجة رجل الدين لإثبات عذريتها. فإن كانت باكر نرفع لها التاج لأنها حافظت على تاجها، وإن كانت غير ذلك، كانت متزوجة سابقا أو بحادث أو بفعل، فلا يمكن يحق لنا رفع التاج. وإن رفع التاج رجل الدين بالخطأ عليه أن يتعمد 360 مرة من أحد إلى أحد. نقول للعريس في القسم بعد أن يمسك يد العروس اليمنى بقراءات طويلة تستمر ساعة أو أكثر، حلفتك بالحي العظيم وبالملائكة الهطار وبالشهود الحاضرين أن تحافظ على قرينتك، تعزها وتكرمها، لا تأكل ولا تشرب بدونها، كن عصاها التي تتوكع عليها أيام المحن، ابتعد عن السرقة والخمر والكذب لأنها تدمر حياتك الزوجية، هذا ما أمرني به ربي وأنا آمرك أن تلتزم به. ثم نقول إلى الزوجة كذلك بقسم آخر أن تحافظ على زوجها بالسراء والضراء، بصحته وبمرضه، بحضوره بغيابه، أن تحافظ على ماله وعرضه وشرفه، وهكذا. ثم يذهب إلى ممارسة أسبوع الزواج. في بعد أسبوع الزواج يجب أن يأتوا ليتعمدوا، لأنه أصبحوا بطقس آخر، يعني بهذا الأسبوع عليهم أن يتعمدوا مرة أخرى لكي يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية مع أقرانهم الآخرين. الصلاة عندنا ثلاث، كانت في البداية 5 براخات، براخة يعني مباركة، بعد مجيء نبينا يحيى أصبحت 3، الأولى في الصباح، الثانية الظهر بعد 7 ساعات، والثالثة طالما كان شعاع النور ظاهرا. في يجب أن يكون الشخص الذي ينوي البراخة على طهارة غير نجس، يعني عندنا النجاسات هو التقرب من فراش الزوجية. قال نبينا يحيى مبارك اسمه
إن تقربتم من زوجاتكم فتطهروا بالماء، إن بقيت شعرة لم يمسها الماء فلن تطهروا. يجب أن يكون غطس كامل أو الدش من الأعلى إلى الأسفل ينزل الماء. الحائض مسك الحائض، مس الحائض ومسك الإمرأة الوالدة في ديانتنا، هذه تتجنب تسقط عنها الفرائض وتتجنبها أن لا تلمسها سواء المرأة الحائض أو المرأة الوالدة. لبس البياض، وضع غطاء على الرأس، نأتي إلى الماء الجاري، نقول أبرخ يردنا ربد ميهي شبا مارك اشتصن نخون بش ميهون تهرب. مبارك أيها الماء الجاري من تحت عرش الرب العظيم. ونبدأ بغسل اليد اليمنى. هل ننيذب قشطة واصفن بها من وثم من اللي ملايز واصف طابن بأسرة دنورة. طهرت يدي بالحق والإيمان لينطقى بكلمات النور. أبرخ إشمخ ومشبع إشمخ، مبارك ومسبح اسمك سيدي خالق الحياة الإله الذي انبعثت من ذاتك. ونغسل الوجه 3 مرات. إذني شما قالت هي إذناي تسمعان أقوال الحي العظيم، انهيري أرهريهات هي أنفي استنشق رائحة الحي العظيم. وبناسبة إذا استنشقنا ورد أو رائحة طيبة عطر أو شيء ولم نقل ريها ريها أدهي بسم ريها بسيمة، نحاسب في يوم الحساب. يجب أن نذكر ريها بسيمة عندما نستنشق شيئا طيبا. بركي مربيك وساغد الهي يا ربي، لغري مدريك درقك اشتوه يا منوثة، رجلي سالكتان طريق الحق والإيمان. وإلى أن تكمل الوضوء نتجه إلى الشمال القاصي، ليست لدينا قبلة أرضية صنعها البشر وإنما نتجه إلى السماء مباشرة، ونحن نؤمن بأن موطن النور هو الشمال القاصي. في الشمال نسجد إلى الحي العظيم، ليست لدينا ركوع إلى الأرض وإنما الانحناء بأقصى الانحناء. إنا للهي قد ما يسغدنا والماري من ذاتهم شبان الأخبر سوف ربد يقارد منا في شفرج. نحن للحي العظيم سجدنا ولله العظيم الذي انبعثه من ذاته نسبح وننحني بأقصى ما يمكن إلى الحي العظيم. لدينا الصوم، الصوم هو تهذيب للنفس والروح والجسد. لدينا صوم كبير وصوم صغير. الصوم الكبير هو الابتعاد عن كل شيء يشين علاقتنا مع الخالق جل شأنه ومع البشر. علينا أن نحافظ على أجسادنا من معاشرة الآخرين، علينا أن نحافظ على أيدينا من القتل، من السرقة، ألسننا من الكلام البذيء، أذاننا أن لا تتصنت إلى أبواب الآخرين، لا بالنميمة لا نفاق لا شيء، حتى هذا هو الصوم الكبير. والصوم الصغير هو الامتناع عن أكل كل شيء دسم، يعني نقتصر على الخضروات في لمدة 36 يوما متفرقة. عندنا تقريبا 15 يوم مستمرة بعد العيد الكبير، عيد العالم الدنيوي أي صادف بالشهر 7، 15 يوم مستمرة والباقي أيام متفرقة. لا يجوز لنا إقامة بها الطقوس الدينية ولا الذبح ولا أي شيء تابع إلى عالم النور، كون هذه الأيام تابعة إلى عالم الظلام. لدينا الصدقة ووجوب إعطاها، تصدقوا فالصدقة خير من الزوجة والأبناء، من 1000 يعبر واحد ومن 2000 يعبر 2، الذي أعطى بيده اليمين ألا يخبر شماله، ومن أعطى بشماله ألا يخبر، ومن جاهر بالصدقة فستفسد. من أعطاها وجاهر بها مرة عليه أن لا يجاهر بها مرة أخرى. بالصدقة تعطى إلى المحتاجين، إكساء العريان، حضن الأرملة، كل فقير بغض النظر عن قربه أو بعده من هي حالة إنسانية. الأعياد الصابئة المندايين، حقيقة أعيادنا ليست هي أعياد مادية وإنما أعياد روحانية تابعة إلى عوالم النور العليا. في البداية هو عيد الخليقة أو البنجة، وكما قال البروفيسور الأستاذ أن هناك تأثير من الفارسية إلى اللغة المندايية. البنجة هي بنج 5، والدرفش درافس راية أو علم، كلمة هي فارسية. في عيد البرونايا، نحن نسميه البرونايا،
هي بداية البدايات، وهي بداية الأسرار الأولى لخلق عوالم النور العليا، وهي التي أفصح فيها الخالق العظيم عن ذاته الكريمة بخلق عوالم النور، من ملائكة، من شخينات، من مساكن نورانية، من أنهار، من ملائكة أثريين، هنالك ملائكة هناك أثريين. وهي خمسة أيام، باليوم الأول هي الحياة، بثقت صفة الحياة كون هي قد ماي، هو دائم الحياة لا موت فيه، هي قد ماي. باليوم الثاني مارد ربوثة، صفة العظمة. اليوم الثالث من ذات هي العلم أو المعرفة. باليوم الخامس يردنا ردمية، هي يردنا أدمية، هي يعني انبثقت المياه الجارية النقية الصافية والتي منها خلق كل شيء. نحن نعتبر الماء هو أساس كل شيء، ومن الماء خلق كل شيء، سواء أثريين وسواء حياة. العيد الآخر هو عيد التعميد الذهبي، وفيه عمدت الملائكة بعد خلقها، وأنزل هذا التعميد من عوالم النور العليا عن طريق الملك جبريل بملك هيبل زيوة، وعمد آدم وحواء على نهر الفرات فراش زيوة، ووضع الراية المتقنة التي هي قبس من النور الدرفش، اللي هو هذا يعني بالضبط هو قبس من النور، وهذا هو الحرير، القماش من الجز، من الحرير الخالص، يرمز إلى قبس من النور الإلهي الذي أنزله جبريل إلى هذا العالم لكي ينير هذا العالم، والجهات الأربع لكي ينير على الشمال والشرق والجنوب والغرب، لكي ينير هذا العالم باتجاهاته الأربعة. وتوجد سبعة أغصان من الآس ترمز إلى سبعة أيام خلق العالم، وهذا الدرفش ينصب في المراسيم الدينية الكبرى، سواء بتكريس رجل دين أو بالصباغات الكبرى أو في الأعياد والمناسبات، وعندما نعمل مسخثة أو مسخثة للمتوفين الذين لم يحصلوا على طقوس دينية، وسأتي إليها. بالدهفة ديمانة، بعيد دهفة ديمانة، دهفة دائمة، اصطبغ نبينا يحيى بعمر 30 يوما، ولهذا سمي التعميد الذهبي هو الولادة الروحية لأبونا يحيى، للنبي يحيى مبارك اسمه. العيد الآخر هو العيد الكبير، هو بداية خلق العالم المادي، الأبراج 12، الكواكب السبعة، ووضعت كل في مدار، وفيه جمدت الأرض وصلبت، والشمس والقمر، ووضعت كل في مدار، وبدأت الحركة، ومن هذه الحركة بدأت الثواني والدقائق والساعات والأيام، ومنها بدأ العالم المادي بالأيام والأشهر والسنوات. لدينا 360 يوما، كل شهر 12 شهر، 30 يوم، والخمسة أيام لا تحسب، هذه الخمسة أيام نسميها التابعة إلى عالم نور البنجة، خمسة أيام. العيد الآخر الرابع والذي يصادف 2/11 عندنا هو عيد الازدهار، وفيه خرج منتصرا ملك هيبل زيوة جبرائيل الرسول بعد أن قيد عالم الشر والظلام وانتصر عليهم وأخذ أسرارهم، ومنها ازدهرت الحياة وشقت الأنهار والجداول والأطيار والأسماك، الطيور والأسماك وكل شيء، لأجل خلق آدم وحواء، وخلق آدم وحواء بأمر من الحي العظيم. لدينا آدم وحواء هم متساوون، كونهم خلقوا من الطينة نفسها، لم تخلق من ضلع ولم تكن ناقصة في شيء، وإنما خلقت من الطينة نفسها التي خلق منها آدم، وأنزلت نشمثة نفسها التي أنزلت في آدم. لذا نحن لدينا المرأة في الديانة المندائية متساوية بالحقوق مع الرجل، سواء في الميراث أو في الأمور الأخرى، لا يوجد حتى شهادتها تكون مقبولة
في محكمتنا الشرعية المندائية. بالكتب الصابئة المندائيين ذكرت عن أنه كتابنا المقدس الرئيسي هو جنزة ربه، وقلت أنه هو صحائف سواء جاءتنا مكتوبة بلفائف من الرصاص أو برديات أو كتب بورق يعمله رجال الدين بعد قطع البردي ودقه وعمله عجينة ثم سحقه ويكون على شكل أقراص كبيرة، ويصنع الحبر بطريقة دينية خاصة، يؤخذ السواد الصخام احنا نسميه صخام اللي يكون تحت القدر ودهن السمك والصمغ العربي، ويضاف بعض الأحبار الطبيعية له ويغلى بالماء ويكون على شكل بلورات بعد أن يتبخر. وإن أردت الكتابة تأخذ من هذه البلورات وتنقعها في الماء وتبدأ بالكتابة بقصبة قصبة وتبدأ بالكتابة، يعني كانت عملية شاقة بدل هسه الآن الكمبيوتر تستطيع أن تطبع ما تشاء. ولدينا هذه الـ والأستاذ هو البروفيسور هو أستاذنا الكبير وراح يتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل. عندنا كتاب آخر هو تعاليم نبي يحيى، ويتحدث عن عوالم النور وصراع بين عالم النور وعالم الظلام، وفيه تعاليم النبي يحيى كما تحدث بها أبونا يوحنا في البداية، تطرق أولا إلى ما قاله دنانخت أو إدريس ثم تطرق إلى تعاليم نبينا يحيى ابن زكريا مبارك اسمه. عندنا كتاب الأنفس هو كتاب سام شونبرنو، كتاب سام ابن نوح، وهو يتحدث عن جزء منه عن التعميد الصباغة، والجزء الآخر يتحدث عن رحلة النفس من هذا العالم مرورا إلى العالم الآخر وما تمر به النفس وكيفية ارتقائها وكيفية مساعدتها. نحن نؤمن بأن النفس دخلت في جسد الإنسان وهو الجسد طاهر نقي نظيف، فيجب أن تخرج من جسد طاهر ونظيف، فعليه عندما نحس بأن الشخص دنت منيته بالوفاة نقوم بنزع الملابس ونغسله بالماء الجاري النظيف ونلبسه الكفن من القطن الخالص ونوجهه على الشمال ونضع إكليل الآس. بعد أن نقرأ عليه على الإكليل مراسم من دا أقرن أثري قيم الله خلقني والملائكة قوموني وإلى آخر الآية، ونضعها على صدغه الأيمن، فإن توفى تجرى له المراسيم الدينية بأن يقوم بحمله أربعة رجال يلبسوا الملابس الدينية ويتلثموا بعد قراءات بش ميهون تهي ربي لو فورواها تهي وشاف غطاينه إلى الهازين شمث الدين، يعني باسم الحي العظيم الرحمة والمغفرة لهذه النفس فلان ابن فلان، إحنا كل منا اسم ديني واسمنا الديني على اسم الأم، يعني أنا اسمي آدم زهرا بر مليحة، آدم زهرا أحد أسماء الملائكة، مليحة هي اسم الأول لأمي مليحة بث شارت أمها شارت، فلهذا نحن نسمي المواليد بأسماء أمهاتهم وليس بأسماء آبائهم. لدينا كتاب الصلوات، ما أريد أطيل عليكم لأن أنا محدد بوقت، لدينا كتاب الصلوات وكتابه هو كتاب الأدعية، كتاب طقوس الزواج كتاب شيشلام ربا، وفيه عقد قران للزوجين وفيه تعاليم لهم بممارسة حياتهم الطبيعية. بالنسبة للمحرمات كما أسلفت سابقا عندنا من المحرمات كثيرة، هي القتل والسرقة الخداع الكذب التأويش شهادة الزور الزنا السجود غير الحي أكل الدم الحيوان ذبح الحامل النواح البكاء لبس السواد الربا الختان، طبعا عندنا الختان من المحرمات الكبرى، الختان ولا يرتقي إلى مرتبة دينية من كان مختونا
حتى ولو للجيل السابع أو العاشر لا يمكن له أن يرتقي إلى مرتبة دينية، لأنه يعتبر تغيير بشكل ما خلقه الحي العظيم. تلويث الأنهار، الانتحار، الإجهاض، الكثير من المحرمات لدينا. اليوم الآخر حقيقة هو هذا الجل المؤمن المندائي أن يعمل أعمال طيبة حتى يلاقي ربه بوجه أبيض. فجاء في كتابنا المقدس جنز ربه: حين يكتمل العالم تسقط الأرض في الظلمات، والسماء تلتف كالحصائر، الشمس تنطفئ والقمر يختفي، وتتناثر الكواكب كأوراق التين، تذهب النار إلى كنها، والمياه تؤوب إلى مقرها، والرياح الأربع تطوي أجنحتها وتتوقف عن الهبوب. هذه هي نهاية عالم، يعني نهاية العالم. في تقويمنا عمر آدم أكثر من 432 ألف سنة في تقويمنا. عندنا عن التقويم الميلادي عن ولادة يسوع له المجد 42 سنة زيادة، كون عمر يحيى عندما عمد السيد المسيح في حوض الأردن كان عمره 30 عاما. فلهذا نحن نبينا يحيى توفى وعمره 63 سنة، متزوج وله ذرية، لم يقتل ولم يقطع رأسه. في كتابنا أنه نبينا يحيى توفى وفاة طبيعية، وتزوج بزوجة اسمها أنهر، وذريته أسماءهم موجودة ثمانية ذكور وأناث، وتوفى بعد أن جاءه الملاك من ذاته على هيئة طفل صغير وأخذ روحه وهو يعمد الناس في حوض الأردن. بعد وفاته حدث اضطهاد كبير للمندائيين من قبل السلطة اليهودية آنذاك، وقتل كثير لدينا في يوم واحد، قتل أكثر من 360 رجل دين وكثير من المندائيين، فاضطروا إلى الهجرة مرغمين من أورشليم مرورا بحران كما تفضل العم نزار، مرورا بحران إلى جبال ميديا، ثم إلى أخوانهم في جنوب العراق. منشأ الديانة المندائية هو أور جنوب العراق، ميشان في الأهوار، وموطن المندائيين دائما يكون قرب الأنهار، عفوا قرب الأنهار الجارية لحاجتنا لها للتعميد، للاغتسال من الجنابات، وللوضوء، وللصلوات، وحتى للمأكل والمشرب. في تكريس رجل الدين عندما نختار شخصا أو يرغب شخصا أن يكون رجل دين، يقع عليه الاختيار، يجب أن يكون مكتمل الجسد، لا عيب ولا نقص فيه، لا زيادة ولا نقصان، مكتمل الجسد، لا شائبة في نسبه إلى الظهر السابع، عدا المرأة المتزوجة سابقا، يعني احنا نسميها العزبة، لحد الظهر الرابع يبرأ، يحق له. بس اكو بعض الامور ما عندهم لا مثلا برص ولا ختان ولا زيادة او نقصان، نسميها بصران سرة. هذين الثلاثة ما يحق لشخص أن يكون رجل دين، يكون ذي سمعة طيبة، مجتهد. وعندما نختاره تبدأ المراسيم من يوم السبت، تبدأ الصباغات والصلوات من السبت مساء، بالليل يقرأ سيدرة نشماث، كتاب الأنفس، كتاب شون برنوس سامع بن نوح، ويستمر بالقراءة. في فجر الأحد يأخذ ثلاثة أشياء: يأخذ العصا المقدسة
عصا الأنبياء من الزيتون، والخاتم الملك شوم ياور، شوم ياور، شوم ياور زيوة منقوش عليه اسم الله الأعظم الحي العظيم بمقلوبا في اللغة الآرامية من الذهب الخالص عيار 24، ويأخذ التاج من الحرير، التاج تاغ من الحرير من القماش يكون جز. فلهذا الملك في التتويج لديه صولجان ولديه الختم ولديه التاج. في هذه الأشياء الثلاثة يستطيع أن يمارس السلطة الروحية لأبناء رعيته، لأبناء الرعية. في عليه أن لا ينام 7 أيام هو مع أبوه الربي خوفا من النجاسات، ولكي يتحمل على قدرة، ولكي يأخذ في كل يوم 3 كلمات سرية، مجموع الكلمات 21 كلمة لا تنطق بصوت عال ولا تكتب. هذه الكلمات هي أساس العماد الديني. فعندما تكتمل 7 أيام يصبغ أو يعمد الربي، ثم يعتكف في الشخنثة لمدة 60 يوما لا يتقرب إلى زوجة ولا يخالط أحدا، فقط صلوات لكي يكون هناك اتصال بينه وبين عالم النور، ولكي يخلص لروحه ونفسه وجسده. 60 صلاة إلى جسده، 60 إلى روحه، و60 إلى نفسه، 180 صلاة. ثم بعدها يعمل الطقس الكبير وهو الارتقاء سق مسقثة، حتى يتوج هذا العمل ويرفعه إلى عالم النور باسم الربي، ثم يعمد الربي ما له بعد في يوم الأحد. نحن نقدس يوم الأحد، كل مراسمنا تجري في الأحد كونه بداية البدايات، وأول من بدت الكلمة الأولى للحي العظيم بالخلق هو اليوم الأحد. أعتذر عن الإطالة، شكرا لحسن إصغائكم، وأنا بانتظار الأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ يلي ما عرفنا عليه بالأساس. هو من مولود من ميسان بالكحلاء، كرس رجل دين سنة 1995، 1997 رشح عضو في المحكمة الشرعية المندقية ممثلا عن رجال الدين، سنة 98 رشحه المجلس الروحاني ليكون نائب رئيس الطائفة للريشامة، عام 2000 رشح ليكون رئيسا لمجلس رئاسة الطائفة، وسنة 2000 انتخب من قبل مجلس عموم الطائفة رئيس للطائفة، ويلي هو حاليا هلأ الريشامة. المواقع الإدارية يلي أخذها من سنة 97 رشح عضوا في المحكمة الشرعية المندقية، وعمل رئيسا لتحرير مجلة هيمنوثة. شارك بندوات ومؤتمرات بالعالم كله مثل ما هو عم بيشارك معنا اليوم، وكان له أيضا مثل ما ذكر زيارات لشخصيات سياسية عالمية إن كان بالعراق وبرات العراق. نحن منجدد شكرنا لفضيلة الشيخ، ودائما تعتبر أنه جامعة روح القدس الكاثوليك هي بيت ومنبر لك كأخ لنا في الإنسانية. نحن هلأ مننتقل لثالث محاضر من إخوتنا المندقيين مع السيدة فايزة دياب سرحان، كمان مندقية عراقية، وهي بالوقت الحاضر مديرة إدارة جمعية الثقافة المندقية وعضو هيئة إدارية بجمعية الثقافة بكردستان بأربيل. الكلام لإلك حتى تحكينا عن بعض التعريف عن المندقيين. مساء الخير، أنا أنقل لكم تحيات الأهل في العراق إلى بلدنا لبنان الشقيق، بلد الأرز. أنا سعيدة كلش بهذا اللقاء، وأكرر شكري كما أسلف شيخنا الفاضل لجامعة الروح القدس وللأب يوحنا عقيقي اللي ساهم بتحقيق هذا اللقاء، اللي أتمنى أنه يكون لقاء مثمر ومتجدد. اليوم احنا عبرنا المحلية بهذا اللقاء وانطلقنا نحو عالمنا العربي اللي من خلالكم، وإن شاء الله يكون نقطة انطلاقات أخرى تعريفية
بالمكون المندائي. أني عضوة جمعية الثقافة المندائية في أربيل. جمعيتنا تأسست 2007، والجمعية تعتني بالموروث المندائي وتحافظ على أنه الجيل الجديد اللغة المندائية، استحداث أو استخدام عفوا الباحثين والمستشرقين في اللغة، وإقامة الندوات والأماسي اللي تهتم بالإرث والتراث المندائي وبصورة عامة بجميع الثقافات والجميع المكونات. طبعا احنا أقمنا عدة مشاريع تعريفية، وأهمها مشروع التعريف بالمكون المندائي في إقليم كردستان. طبعا الكل يسأل يقول ليش أنه أنتوا تسوون مشروع تعريفي مع أنه أنتوا في بلد واحد في العراق. بحكم البعد الجغرافي يعني كوننا لم نسكن الإقليم أي يعني المكانات الشمالية، فصار أكو عدم معرفة بهذا المكون، فارتئينا أنه إحنا يعني كمؤسسة مدنية تعتني وتهتم في المحافظة على التنمية والإغاثة الدولية اللي مدعومة من وزارة الخارجية الأمريكية. فأقمنا المشروع بأربع محاضرات على مدار أربع أيام. طبعا كان فيها المحاضر فضيلة الريشم الشيخ ستار مشكور، وكان لها صداها، حضرها 271 شخصية من كل المكونات، وكانت لها صداها في الإقليم، وأيضاً حضرها حرصنا أن تحضرها القنوات الإعلامية الصحافة. فكانت أشهر قناة عندهم قناة روداو الكردية، عملت لقاء مع فضيلة الشيخ وكان لها صدى طيب بين الناس واستقبال يعني جميل. المكون المندائي هو مكون أصيل، والشعب المندائي شعب أصيل، وهو أحد مكونات الشعوب الأصيلة اللي تبلغ 370 شعب على كل بقاع الأرض، ينتشرون في 70 دولة، وعدد سكانهم عدد تعدادهم يبلغ 5% من سكان العالم. فارتئينا احنا كمنظمات ومؤسسات مدنية انه نحافظ على هذا النسيج، والنسيج العراقي او بالعالم كله، يعني من صرف التشكل تصير مثل اللوحة الجميلة اللي تحوي كل الالوان وكل الاشكال. فكان ان هذا المشروع، واتمنى انه نقيم مشاريع اخرى، واتمنى انه دائما ايدنا بايدين كل الناس اللي تعتني او تساهل بالاقليات، لان هم عماد للبشريه، لان هم اساسيين. فاقدم مره اخرى شكري لجامعه الروح القدس، شكري لحضوركم الكريم، وأتمنى أضفنا لكم شيء صغير عن مكون الصابئة المندائين. ومرة أخرى أشكركم. محطتنا الأخيرة مع بروفيسور جابي بوسمرة، كلكم بتعرفوه بس مش الكل سمعين بلغته وخاصة قدراته اللغوية. أبونا جابي بوسمرة دكتور بروفيسور في الجامعة اللبنانية، اختصاصه الأساسي هو اللغات القديمة الفينيقية والأرامية وحتى الأكادية والمندائية، وهو هلأ رح يعملنا دراسة لنص مندائي قديم بتصور فيه البعض منكم صار معه الصورة، عن فخارة قديمة جدا مكتوبة بالمندائي. أبونا جابي الكلام لإلك.
ميرسي بيرجون. تنعرف اللغة المندائية وين موقعها بالتاريخ وبالجغرافيا؟ اللغة المندائية هي لهجة من جاي من اللغة الأرامية الرسمية المشتركة اللي سيطرت على منطقة الشرق الأوسط تقريبا من سنة الألف إلى مجيء الإسكندر. كانت هي اللغة اللينغوا فرانكا بكل هالمنطقة، كل الشعوب كانت تحكيها. بمجيء الإسكندر أغلبية الأقاليم والمدن الأساسية بمنطقة الشرق الأوسط أخذت استقلالها وطورت لغتها وغيرت الكتابة تبعها. منها وطلع عنا بفلسطين الأرامية اليهودية، ببيترا الأرامية النبطية، بتدمر أرامية بالميرا، بين البلاد ما بين النهرين وتركيا جنوب تركيا عنا السريانية اللغة السريانية، وبجنوب العراق بين نهر دجلة والفرات وغرب إيران بخوزستان الأحواز عنا اللغة اللهجة المندية. أكيد مع الوقت وتطور اللغة صارت تقريبا لغة كاملة، ولكن هي بالأصل لهجة من اللهجات الأرامية. طبعا بحكم موقعها بجنوب العراق وبغرب إيران في عليها كتير تأثير فارسي والزردشتي، إن كان بالمعتقدات أو بالتكوين اللغة كلغة أدبية. المندائيين كتبوا لغتهم بس على المعادن، على الورق البردي وعلى الفخار. ليش؟ مش على الجلد، لأنه بيعتبروا مشكل الحيوانات طاهرة، وبمبدأهم ممنوع القتل. لهالسبب ما بنلاقي مخطوطات على جلد باللغة المندية. بعد خصائص اللغة هيدي، أول شيء كتابتها شوي صعبة ومعقدة مثل ما بتشوفوا بهالنص اللي بين دايكن، كل حروف معقدة وفيتي ببعضها. حقيقة أنا لقيت صعوبة حل كل هالحروف. الخاصة تاني بهاللغة أنه الحروف الحلقية اللي بتطلع من الزلعيم ألف ح عين ر كله تقريبا بيلفظوا مثل بعضهم، ألف وح وعين كله آ آ أو هي هي. خلافا لكل اللغات السامية اللي بتبلش بأول حرف بتسميه ألف، اللغة المندية كان بالفينيقي ألف أو بالسرياني ألاف، اللغة المندائية بتسمي حرف الألف حلقة، يعني حلقة دويرة مثل ما بتشوفوا. يمكن إذا لاحظتوا كل الدويرات هي ألف، صرتوا تعرفوا حرف من اللغة المندية. هالنص اللي بدنا نقريه تقريبا مش نص رسمي مثل ما تفضل فضيلة الشيخ، عطانا نصوص رسمية من الكتب المقدسة. هو نص شعبي، نص حرز، نص سحري إذا بتكون معمول للصلاة لشفاء بعض أشخاص، وهو مكتوب على صحن فخار مدور تقريبا قطره 16 سنتي وغمقه شيء 6 سنتي. النص ببلش أكيد شايفينه مثل ما نكون شايفينه مكتوب بطريقة سبيرال لولبية، ببلش الشفاء والختم وقوة الحق وصون العدل العظيم بالمندي إذا بعرف بقري منيح، أسوت وحتمت وزرزت كشت ونطر رابة دشرارة. هالكلمتين كشت وشرارة حقيقة مميزين باللغة المندية وإلن إحساس بقلب الإنسان المندي بشكل مهم، لأنهم هني العدل، هني الحق، هني إذا بتكون كل إنسان مندي بفتش عليهم. هالشفاء والختم والقوة والعدل يكونون لبيت ودار وهيكل وبنيان فاروخ كزاد ابن كوماي. هالصلاة هيدي تيشفوا فاروخ كزاد مثل ما قلت هالاسم فارسي، دونك جاي من اللغة الفارسية لجماعة المنديين.
بعد هالفاتحة فاتحة الشفاء في عنا جملة تقليدية تتراجع بالأدب المندي، كتير بيحبوها المندية: على إكليل النور الأثيري جالس أنا بقدرة وبسناء وبنور ومجد مانا العظيم القديم. على كليل نهورة أيار قيمنا بحيلة بزيوة ونهورة وإقارة دمانا ربا قد مية. هالإنسان هالكائن مانا مثل ما تفضل فضيلة الشيخ هو هالعقل الكلي، هالعقل الكامل، ربا قد مية الكامل. هالكلمة مانا تقريبا جاي من السنسكريتي، من السنسكريتي للأكادي للفارسي توصلت للمندي. حديث هلأ باللغة الفارسية تقول أنا، مش بس أنا، أنا ذاتي بقول معن. بعدين في عنا بعد هالجملة هاي دعاء ضد الأرواح الشريرة تطلع من فاروق كزاد ومن جماعة المنديين: كل الكنز العظيم جز ربا للكلام والسماع ملك يدي ضد الكواكب السبعة ضد بيوت وهياكل وأبنية المقاصصين. كل جز ربا دمرة وشيمة بإيدايا لقطنا عليون تشبعش بحايا عليا دريون هيكليون مقطوطايا. هالمقصصين هني مقطوطايا، المقطعين المشقفين. فإذا كل هالكلام والسماع اللي هني مثل ما تفضل فضيلة الشيخ وقال اللي بيستعد لتيسير رجل دين بده يسمع الكلام وما بده يحكي. فإذا كل هالعنصر الحكمي كلام وسماع ميزة لا الإنسان المندي، لأنه المندي المندع هو الإنسان اللي عم يفتش على المعرفة على الحكمة. هالكنز العظيم كمان ضد الملائكة والأرواح والتمائم الهزيلة وكل السحرة والجن والأرواح والأفكار الشريرة المنبثقة من الأرواح السفلى ومحشبطون بشاطة شبيقة من تتايا روحايا. كل هالأرواح الشريرة شبيقة من تتايا روحايا، يعني الفالتي من العالم التحتاني اللي هو عالم الظلام، عالم الشر، وعالم التراب، عالم الأرض. بعد الدعاء ضد الأرواح الشريرة بيجي كمان نوع من إذا بدكن دعاء كمان ضد كائن أو شخص اسمه يوربا. بكفي نص بيقول: ويوربا يلبس أفكارا ضد أبناء فرع الحياة العظيم المجبولين من لحم ودم رجال اختارهم الصدق ليجلسوا مشاهدين. بالنص المندي بيقول: ويربى التهشبايا البيش على بنايا شرب ربا تحيا كبلايا بسرة وزمة جبرايا بحيرايا زيتكا ديتبا مزيون. هل يربى هو تقريبا بالتقليد المندي اختصار ليو ربا يهوى العظيم اللي هو يو ربا ديهوتايا الإله تبع اليهود. في الظاهر مثل ما قال الرشامة بتاريخ اليهود والمنديين اضطهاد وإلى آخره. له السبب هل يربى ربا يلبس الأفكار الشريرة ضد أبناء الحياة اللي هن المنديين، جماعة المنديين. بيكمل النص: نظرت فرأيت يربى جالس في سكناه والملائكة ينيرون سكناه يخدمونه ويعظمون سناه. استكيت
وحزيته يربع قد يتيب بشكينته والملاخايا دمنه رايا شكينته الوته قيمايا إليه ومزكيلا الزيوه. هالشكينتا بالمندي تقريبا هي زيتها موجودة بالعهد القديم، شكينا مسكن الله مسكن الإله، هي ضلت عند المنديين وبعدهم هلا يمكن بيستعملوها، ولكن بيستعملوا كلمة مندية المندي هو بيت الشكينا بتقليدهم خاصة وقت اللي بيتعمدوا. هالملائكة والأشرار يحتلون عدة أمكنة بتمائمهم وجنهم وسحرهم وأرواحهم ولياتهم المرسلة عليهم لخراب بيوتهم وتدنيس هياكلهم. من كل هالجن والأرواح الشريرة اللي بهمنا هالليليت، ليليت هالكائن اللي أخدينه المنديين مثل ما قلت من الحضارة الأكادية. ليل هو هالريح اللي بتجي بالليل بتفوت عبيوت الناس وتخليهم يبصروا أحلام وكوابيس. وبسبب قرب اللفظة ليل من كلمة السمية ليل صارت بتعني الخيال الليلي، حتى نحن المواطنين برتبنا السريانية بعد عنا أنه لما بنكرس ماي هالماي تتنجينا من ليليت ومن ترجمها بالرطب الخيال الليلي. بعد هالجملة اللي فيها تعداد للأرواح وللسحر ولليليت وكل هالأرواح الشريرة اللي بتخرب بيوت الناس ويحولون بيوت الناس خرابا ونارا وظلاما دامسا ويخضعون الناس ويحتقرون أبناء فرع الحياة العظيم القوي المستقر في مكان النور العظيم. هون بعمل مقاربة بين يربى اللي جالس يتيب وكأنه هاليربى مستحل المكان، يعني قاعد غصب من عن الناس أصحاب المكان. ولكن بنرجع هون بنلاقي الفعل الثاني مش يتيب، شريا المستقر الحال في مكانه. فإذا كل إنسان أو كل كائن مهما كبر بالديانة المندية هو دخيل ومحتل لمكان النور حتى ولو كان شكينتا، ولكن الكائن المندي هلا بنشوفه هو مستقر بالمحل تبعوله منه محتل. بس نخلص هالدعاء الجماعة أبناء فرع الحياة العظيم المستقر في النور. هالفرع هيدا هو شوربة بالسرياني وبالمندي، شوربة هو الفرع الغصن، والمنديين بتصور بيعتقدوا حالهم هني غصن هني فرع من هالإله العظيم هالكائن الأزلي قد مايا وشبيح. بنوصل من بعد ما شفنا مانا ويربى بنوصل على الكائن المندي. بيقول كاتب النص: أنا يوار السني رأيتها بقوتي وسنائي وبنوري ومجدي وقدرتي. بالمندي أنا يوار زيوع تحزيتينون بحيلاي بزيواي وابنوراي وأكراي وآديروتاي. كل هالكلمات بتصور عند المنديين كتير مهمين، النور، القدرة، الصفاء، السناء، الضياء، كلها كلمات جميلة بتعبر عن جمال عالم حلو كتير الإنسان المندي طالب المعرفة والحكمة عم بيفتش عليه. رأيتها، رأيت كل هالأرواح هيدي، وبضياء تمائمي وبندمائي ورفاق الآتون من بيت الأب العظيم القديم وبالضياء المستقر
فوقي. قمت بالثوب النقي وباسم العظيم المجيد، قميط بلبوش دخيا وشمايا ربايا أكارا. مثل ما شايفين حضرة الرشامة، البوش دخيا، الثوب النقي الأبيض الصافي، هيدا هو لبس المنديين، حتى لو ما كانوا بحفلة دينية هاللبس محبب لهم، لأنه بيدل على النقاء الجسدي والنقاء الروحي. فإذن الإنسان المندي هو إنسان نقي صافي، بيفتش على النور، لأنه ما في شيء أبيض أكثر من النور. ما بقى ترجم، رح كفي النص مثل ما هو لأنه تأخرنا. بعد هالمقدمة هاي في وصف رؤيوي لنهاية الكون، رؤيوي نسبة للرؤية بالكتاب المقدس المسيحي، في كتير فوضى وخراب وتدنيس وموت، ولكن بعده في حياة وانتصار على عالم الشر والأشرار. النص بيقول: عالم السماوات ماد، عالم الأرض تصدع، وعالم كل الكواكب تزعزع، والتمائم والأصنام كلها مادت وتصدعت وتشوشت أمامي، السحر والسحرة، الجن والأرواح وليليت، ودعاء كل الأصنام المتحكمة بالناس وبيوتهم، كي تقتل قتلا الأولاد وتبيد أبناءهم وتنحر بناتهم وتنجز النساء وتحتقر الحبالة وتخرب بيوتهم وتدنس هياكلهم، ويحتقرون أبناء فرع الحياة العظيم. عندما يرون الهزة والزعزعة والفوضى والضجيج يسقطون على وجوههم. هون يهور بيكمل، هو بيقول لكل هالأرواح الشريرة: اهربوا، اخرجوا، خافوا، ارتعدوا، اطلقوا أجنحتكم وارحلوا من أمامي، من بيوت ومساكن وهياكل الناس ومن الشكناء العظيمة. ورأيت الأرواح الشريرة وبني الناس ولم أحشرهم كليا، فتح لهم طريق يفلوا، لأنه بالأدب المندي وبالنفسية المندية ممنوع القتل. ورأيت الصحراء والجن والشياطين والتمائم والليليت الجاسمة على قلوب الناس، وكل يوم تقلب قلوب الناس وتزلهم وتربض عليهم في بيوتهم وديارهم وهياكلهم وبنيانهم، وتدعى في العالم قابضة وآمرة وحظ مشوش ومسكستا. هالكلمة رشامة ما فهمتها بالمندي، مسكستا، فتشت كل قواميس كمان مسكستا، بعدين منشوفها. وتدعى في البيوت قاتلة القتلى وهادمة البيوت. أنا يوار لما رأيتهم بقوة ضيائي ونوري المستقر علي يظهرون الأسرار الخفية، دعوت أبناء فرع الحياة العظيم المجبولين من لحم ودم، وقلت لهم: خذوا بيوت وديار وهياكل وبنيان الحرز والوسن وبيت الصنم وعشتر الساكن في بيت الصنم. هون النص مكسر كتير ما قدرت قريته، بس نوعا ما في نوع من رطبي لذبح حمامي أو دجاجي تيطهروا كل هالأماكن اللي بده يعطيهم ياور لجماعته تيسكنوا فيها عن جديد. وبينتهي النص: وحايا زخيا، والحياة منتصرة والغلبة للحياة. جميل الكلمات تخرج من فمك، جميلة جدا. فضيلة الشيخ شاك دمرجان الجامعة اللبنانية، يا هل ترى هل مقام النبي يحيى الموجود بجامع الأمويين بالشام بدمشق هو مقام مقدس عندكم؟ عم نحكي عن يوحنا المعمدان اللي بسروا على دمشق، في مقام النبي يحيى مبدئيا موجود هنيك، يا هل ترى هالمكان هل مكان مقدس لحضرتكم؟ بتزوروه مكان حج ايه او لا؟ واذا فينا نحصل معلومات عن الموضوع اذا ممكن. السؤال الثاني: بفلسطين عندكم وجود شيء، او فلسطين المحتل الوقت الحاضر في وجود لصابئة هنيك ايدين اخذين حريتكم؟ اذا في مجال تعطيها معلومات بالموضوع. بالنسبه ان احنا زياره القبور عندنا محرمه،
نحرم زيارة القبور. المقام اللي موجود في سوريا رأس النبي يحيى مكتوب عليه وليس مقام كامل. نحن في عقيدتنا وفي ديننا أنه النبي يحيى لم يقطع رأسه، وبالتالي عندما توفى وصعدت روحه إلى السماء سقط وهو يعمد، فقسم من جسده في الماء وقسم على اليابسة، فالملاك الذي هو معه التفت يحيى إلى جسده فقال له الملاك، يعني بما معناه أنه هل تريد أن ترجع إلى جسدك من جديد؟ فقال له هذا الجسد الذي تعبت عليه وربيته قسم تأكل به الطيور وقسم تأكل به الأسماك، فألقى حفنة من الرمل فأصبح حبرا من البلور المرمر أو البلور. في عام 97 علماء الآثار المصريين من أساتذتنا اكتشفوا قبر كامل من البلور، اعتقدوا بأنه أكثر من 70% هذا قبر يحيى بن زكريا كامل الجسد. هنالك مقامات في سوريا، جبل يبعد عن دمشق بحدود 80 كيلومتر، بجبل هذا يسقط من عنده ماء من الجبل إلى حوض كبير، انقطع الجريان مالته قبل 3 سنوات من زيارتنا من كنا في سوريا سنة 2010-2011، قالوا هذا مقام ومكان النبي يحيى. في مكان التعميد الحالي المكتشف في الأردن يوجد درفش كامل في المدرجات. في فلسطين مخطوطات قمران، المشكلة أنه كتبت وفلسطين تحت الحكم الروماني ومضطهدين، واكتشفت وفلسطين تحت الحكم اليهودي، فلا نعرف منها هذه المخطوطات إلا ما هم أعلنوا عنها، لم تعلن عن هذه المخطوطات الكثير. نحن نعلم بأن هنالك مخطوطات للمندائين في هذه الأماكن، وهذه الأماكن كانت مسكن للمندائين، كما نعلم بأنه بقول التوراة أن الكثير من الأقوام الحوثيين واليبوسيين والكنعانيين والفريزيين، وكانت هنالك حروب دامية وصراعات كبيرة بين اليهود وبين هذه الأقوام والميدانيين. ومخطوطات قمران هي مهمة جدا، ولو أعلن عنها أعتقد ستغير كثير من المفاهيم، ولكن لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى لم يعلن عنها بشكل كامل سوى ما هم يرغبون به. من لاحظ أنه بديانتكم مثل ما مرق معنا في عندكم بعض الرموز، شو دور بطقوسكم أو بممارساتكم، شو موقع الفنون بشكل عام، إن كان رسم إن كان نحت إن كان موسيقى أو غيره، شو دورهم؟ في لهم دور مثل بقية الحضارات والديانات وغيره؟ في عندكم مثلا موسيقى مقدسة؟ في عندكم فولكلور خاص فيكم؟ شو عندكم؟ في طقوس الزواج هناك ترنيمة بها تصفيق للزوجين، وترنيمة أشعار دينية يعني تتغزل بالعروسة وبالعريس، و في بالنسبة للرسومات أستاذنا البروفيسور توجد السفن التي تنقل الأرواح مرسومة، وفيها الدرافش، ولكل ملاك له راية أو درفش خاص به هذه الرسومات. هنالك العين الينبوع والنخلة هي بداية البدايات، النخلة هي سر الذكورة والعين هو سر الأنوثة، وبالتالي تكون آدم كسية الآدم الخفي من هذه الرسوم، يعني هذه موجودة بالرسوم. شب العين وسندركا سبحوا للعين والنخلة، ورسوم كثيرة، لكنه الغناء الماجن والموسيقى الماجنة العالية عندنا من المحرمات، موسيقى هادئة تدخل في بعض التراتيل الدينية وليست بصلب الطقوس الدينية. أوكي. نعم.
سؤال إذا بتسمح بالنسبة للعقيدة. عند المسيحيين في علاقة بمستويين بين المسيح ويوحنا النبي يحيى. العلاقة الأولى علاقة نسب، يحيى ابن خالته للمسيح ابن إليصابيط. والعلاقة الروحية المسيحيين بيعرفوا حسب إنجيلهم إنه وقت تعميد المسيح على يد يوحنا بيقول سيأتي بعدي من هو أهم مني إلى ما هنالك بالآيات المذكورة. بالنسبة للمندائيين كان في تطور بالعقيدة يوقفوا عند يوحنا. نعم، لا احنا وقفنا عند يوحنا، لا يوجد أي تبديل في النصوص الدينية. حتى عند النسخ، عندما ننسخ كتاب هنالك أخطاء في الكتابة لا يحق لنا أن نغيرها، لأنه يوجد نص في البداية يقول ملعون، ملعون كل من يغير كلمة أو حرفا في هذا الكتاب. فلهذا هناك تحذيرات كبيرة. نحن وقفنا عند يوحنا وتعاليم يوحنا. يحيى بن زكريا وصلت إلينا عن طريق تلاميذ. سؤال أخير مع أبونا يوسف طنوس. هل عدد المندائيين يزيد أو ينقص؟ هل هناك من يعتنق الديانة المندائية أو هل من مندائيين من يتحول إلى ديانات أخرى؟ المندائية غير تبشيرية. المندائي هو من أبوين مندائيين، ولا يجوز أن يتزوج المندائي من غير المندائيين، وذريته لا تحتسب علينا. وبالحقيقة يعني في حالة تناقص كون الهجرة العشوائية والاختلاط بالغرب والحركات التبشيرية والإلحادية أثرت بشكل كبير، ليس على المندعين فقط وإنما على باقي الأديان. هنا الأبونا عنده سؤال. نعم. نعم نعم. عندنا الموت هو انتقال من عالم مادي إلى عالم الروحاني. هو الإنسان ثلاث ولادات: الولادة الأولى من رحم الأم، الولادة الثانية بالزواج عندما يقترن بشريكة حياته ويعتبرين يعتبران روحين في جسد واحد، الانفصام حتى بعد الموت. والولادة الأخرى هي بعد الموت، وهو انتقال من هذا العالم المليء بالأخطاء، العالم المظلم، العالم المليء بالرذائل، العالم المليء بالقتل وسفك الدماء، إلى عالم روحاني آخر. بالضبط، أنا معك، لكنه يبقى الإنسان عايش في هذا العالم المادي، ينجرف في كثير من الأحيان إلى ماديات هذا العالم، لكنه يبقى جل اهتمامنا هو العالم الروحاني، العالم. فالبكاء يعتبر من المحرمات، والدموع التي تنزل ستكون بحرا أمام المتوفي. شق الثياب، قطع شعر الرأس، هاي كلها من المحرمات تابعة إلى عالم الظلام. يجب على الإنسان أن يتحمل ما هو مكتوب عليه. عندما توفى، قبل أن يتوفى يحيى، كان يتحدث مع زوجته: ماذا أنت فاعلة؟ فقالت له: لن أغتسل ولن أمشط شعري. فقال لها: أنت تكذبين، ستغتسلين، ستفرحين بوفاتي، لأنك ستقومين بإعطاء الصدقات وستقومين بعمل ثواب لأجلي. هو نبي لا يحتاج إلى شيء، ولكن لكي يشعرنا بأن المنتقل إلى العالم الآخر بحاجة إلى من يدفعه. نحن في ديانتنا 45 يوما من اليوم الأول للوفاة تبقى الروح في 3 أيام بين البيت والقبر. في اليوم الثالث فجرا تنهض، تنطلق من العالم هذا منطلقة بسرعة تتبعها 3 إشعاعات، وتنطلق إلى العالم الآخر مرورا بالمطهرات الذي يعينها
أعمالها الصالحة والثواب الذي نعمله يوميا لمدة 45 يوم على روحه، نعمل طعام الغفران على روحه بالإضافة إلى الصلوات. لا لا يوجد لدينا قطع رأس. نعم موجود. ما سمعت؟ نعم. حضرتكم بتأمنوا ما قاله تلاميذ يوحنا المعمدان في جملة نحن عندنا في الإنجيل يقول له أن ينمو يوحنا المعمدان يتكلم عن المسيح عن يسوع، له أن ينمو وليع أنقص، موجودة هالجملة بكتابكم؟ لا هيك عبارة ماكو. في عندما كان يعمد يحيى جاءه المسيح، جاءه المسيح ابن مريم وقال له يا يحيى عمدني بعمادك والاسم الذي تذكره اذكره علي لكي يسجل اسمي في عوالم النور العليا. فكانت هنالك محاورة بين النبي يحيى وبين عيسى ابن مريم له المجد، فجاءت رسالة من السماء يا يحيى عمد عيسى، فعمده بعدها بعام قال أنا نبي، الذي نعرفه أنه النبي عيسى وأنتم لم يقل أنا نبي خلال قبل تعميده. بعد وفاة يحيى بسنة قال أنا نبي، وبالتالي كانت هناك حادثة الصلب المعروفة. آخر سؤال لليلي، آخر سؤال مدام. مين بيكون المسيح بالنسبة للمدائيين؟ نبي ورسول، النبي يسوع. أبيتي بدك تسأل؟ أنا بدي أسأل، بدي أقول إنه وين إذا واحد بده يشوفكم كيف بتعيشوا وين كيف بتمارسوا ديانتكم، وين بأي نقطة قوية بالعراق بيقدر واحد يشوفكم؟ في بغداد مندى القادسية. في بغداد مندى القادسية. نعم. وين؟ في حي القادسية.